Declan. بعيدا عن المجامله، بعيدا عن اي مجامله حقيقه، كلام من الصميم. نشكر دولتكم في هذا المشروع العملاق متمثله بدولتكم ومعالي وزير الصحه المحترم ايضا بهكذا مشاريع المجتمع بحاجه اليها، وايضا نشكر ساندوناتو المتمثله بالسيد الدكتور كمال غريري ايضا لتاحت الفرصه لنا ان نعود لهذا البلد. وانا قلت لهم حقيقه انا عندي يعني هدفين، التزام اخلاقي مع الشركه، التزام مع العقد، وعندي ايضا التزام وطني. بارك الله يعني حقيقه دكتور، وانا قبل ان اتي الى ساندوناتو قدم لي عرض من مستشفى سليمان الحبيب وفي قطر ايضا، ولكن لما ظهر اسم العراق احنا مربوطين في جذع النخله بالبصره. الله يا رب. وهذا من هدف دولة الرئيس اللي هو يحارس جدا على رجوعكم الى الوطن. اكيد، وهذا كفاءتنا العراقيه، واحنا هذا اقل شيء نقدمه لبلدنا. بارك الله فيك. تمام سيد الرئيس. بس هو كمان اختصاصه اضطرابات نظم قلب، وهي بالعراق كثير ضعيفه، كهربائيه القلب. فهلا نحن رح نعمل مركز مرجعيه لكل هالشيء بوجوده وبوجود خبراء عندنا اكبر خبراء بكهربائيه القلب. سويا الروحيه اللي عنده والغيره ان شاء الله ما يقصر. بعد فترة أنا 25 سنة في الغربة في السويد، كنت دائما أحاول أرجع لبلدي، بس أكو بصراحة كانت معوقات في معادلة الشهادات. إحنا ماخذين شهادات من السويد، وأنا ماخذ شهادة من العراق بالشهادة كلية الطب، لكن المعوقات كانت دائما قوية نسمعها. فمن صار مشروع ساندوناتو حضرتك قررت إنه نحيل الطب بالعراق، فشان المشروع مدعوم سيادتكم، وهذا اللي هو خلانا نشجع انه نرجع لبلدنا ونخدم بلدنا بعد سنوات طويله من الغربه، وهذا الشيء كنا منتظريه من سيادتكم. والله هذا واحد من اهداف البرنامج. اي والله، فيعني نستقطب كفاءاتنا فرصه العمر بصراحه انه نرجع حاضرين ان نكمل لك هذه الاجراءات. والله جدا من سيادتكم اخذ المستشار يتابع الاجراءات مع وزاره جدا من سيادتكم، لانه هاي فرصه العمر يعني اتيحت من سيادتكم لنا، وبصراحه يعني شركة ساندوناتو ساعدت على هذا الشيء، بس هو الفضل لكم سيادة الصحة أيضا.
قلبا وقالبا. حياك الله.